بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعزائي الطلبة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نواصل اليوم تقديم المحاضرة هي دراسة حسابات الصف الثاني، اللي هي التثبيتات، يعني تكملة لما ورد في المحاضرة الأخيرة. بالنسبة للحساب 215، توقفنا في هذا الحساب اللي هو منشآت تقنية، معدات وأدوات صناعية. تتمثل هذه المنشآت التقنية في مختلف المعدات الصناعية والتركيبات التقنية التي يصعب فصلها عن الأراضي، أحيانا بشبكات العتاد المختلفة المتعلقة بعمليات الإنتاج، ويتم تسجيلها محاسبين بتكلفة الحيازة النهائية التي تضم سعر الحيازة مضافا إليه جميع المصاريف المترتبة عنها. بمعنى عند حيازة تثبيت، وهذا القاعدة تشمل جميع الحسابات، قلنا عند حيازة تثبيت من التثبيتات فيسجل بتكلفته النهائية التي تضم سعر الحيازة زائد جميع المصاريف التي تم تحملها بغرض الحصول على هذا التثبيت ودخوله حيز الاستغلال. على سبيل المثال، بتاريخ 12 مارس 2019، حازت إحدى المؤسسات معدات صناعية بقيمة 180 ألف، وبلغت مصاريف النقل المترتبة عن إيصال هذه المعدات إلى المؤسسة 6000 دينار. مصاريف التركيب ووضعها حيز الخدمة قدرت بقيمة 4000. ولجأت المؤسسة إلى تكوين مستخدميها بطبيعة الحال لمواكبة التطور وحسن استغلال هذه المعدات الصناعية، وبلغت هذه المصاريف 10000 دينار جزائري، وسددت المبالغ الإجمالية بشيكات مصرفية. كيف سيكون التسجيل المحاسبي في هذه الحالة؟ تكلفة الحيازة هي عبارة عن سعر الحيازة الوارد في الفاتورة زائد مصاريف النقل زائد مصاريف التركيب. بمعنى أن تكلفة الحيازة نضيف لها سعر الحيازة، نضيف له مصاريف النقل المترتبة زائد مصاريف التركيب التي قدرت حسب المثال ب4000 دينار جزائري. أما مصاريف التكوين فلا علاقة لها بتكلفة الحيازة، وإنما تسجل كمصاريف في الحسابات المناسبة لها، يعني في المجموعة السادسة، على اعتبار أن هذه المصاريف هي خاصة المستخدمين أو العمال ولا علاقة لها بتكلفة ما تم حيازته. إذا بالنسبة للمعدات الصناعية، المبلغ الإجمالي أو تكلفة الحيازة هي 190 ألف، يعني سعر الحيازة زائد مصاريف النقل زائد مصاريف التركيب. أما بالنسبة لـ10000 دينار جزائري المتمثلة في أو المبالغ التي صرفت في تكوين المستخدمين فتسجل كأعباء في المجموعة السادسة كما ذكرنا سابقا، أعباء المستخدمين الأخرى، وقد تم تسديد المبلغ بشيك مصرفي وبنكي بقيمة 10000 دينار جزائري. إذن هنا بنوضح حيازة المعدات والأدوات الصناعية يتم إثباتها دفتريا بسعر تكلفة الحيازة النهائية التي تضم، قلنا، سعر الحيازة زائد جميع المصاريف المترتبة عن عملية الحيازة. الحساب الموالي وهو الحساب 218، تثبيتات عينية أخرى. يضم هذا الحساب عدة حسابات فرعية تتضمن عناصر أخرى من تثبيتات، مثل معدات النقل، تجهيزات المكتب، أثاث المكتب، أجهزة الإعلام الآلي، مواد التعبئة القابلة للاسترجاع وهي ما يعرف بالأغلفة التجارية، وسنتطرق إليها بالتفصيل في مواعيدنا اللاحقة. يتم الإثبات المحاسبي كما هو الشأن بالنسبة للتثبيتات الأخرى من خلال قيد محاسبي واحد، حيث يجعل التثبيت المعني بالحيازة كطرف مدين مقابل الحسابات المالية، سواء حساب البنك أو الصندوق عند تسديد قيمة هذا التثبيت، أو الحساب 404 اللي هو مورد التثبيتات عندما تتم الحيازة على الحساب. يعني هناك قيد محاسبي واحد نثبت من خلاله عملية الحيازة. على سبيل المثال، لو بتاريخ معين واحد تم حيازة شاحنة بشيك بقيمة 450 ألف دينار جزائري، وبلغت تكلفة تهيئة الشاحنة لاستعمالها كوسيلة نقل مبلغ 50 ألف دينار جزائري. في التاريخ الثاني، حيازة تجهيزات مكتب بقيمة 24 ألف دينار
وتمت العملية على الحساب. تسجيل بسيط جدا، القيد الأول أو العملية الأولى، معدات نقل إلى حساب بنوك والحسابات الجارية على اعتبار أن عملية التسديد تمت بشيك، والتكلفة هي عبارة عن 450 ألف زائد 50 ألف، يعني ما يمثل 500 ألف دينار جزائري. أما بالنسبة لتجهيزات المكتب على اعتبار أنها تمت على الحساب، فيترتب على المؤسسة التزام يسجل في الحساب 404 مورده التثبيتات. إذا لاحظ بأن التثبيتات بطبيعتها مدينة تزيد في الجانب الأيمن وتتناقص في الجانب الأيسر. أما حسابات الخصوم اللي هي المطالب فبطبيعتها دائنة كما ذكرنا ونعيدها في كل مرة، بطبيعتها دائنة تزيد في الجانب الأيسر كما هو موضح وتتناقص في الجانب الأيمن من القيد المحاسبي. الحساب 22 هي تثبيتات في شكل امتياز. هنا المؤسسة لا تحصل على ملكية التثبيت وإنما حق استغلال هذا التثبيت بناء على العقود المبرمة مع مختلف الجهات. يعرف النظام المحاسبي المالي امتياز الخدمة العمومية، هكذا ورد في جريدة رسمية، بأنه عقد يسند بموجبه شخص عمومي يسمى مانح الامتياز إلى شخص طبيعي أو معنوي صاحب الامتياز أو المستفيد، مهمة تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته لمدة زمنية محددة طويلة على العموم، مقابل حق اقتضاء أتاوى من مستعملي الخدمة العمومية حسب بنود العقد المبرم بين الطرفين. وحسب النظام المحاسبي المالي يتفرع الحساب 22 للحسابات الفرعية التالية، يعني الأراضي، عملية ترتيب وتهيئة الأراضي، البناءات، المنشآت التقنية، التثبيتات العينية الأخرى، يعني هذه الحسابات كلها رأيناها. الآن هذه الحسابات أو التثبيتات هي في شكل الامتياز، إذا لاحظ حساب الأراضي الحساب هو 211، الآن أراضي مملوح امتيازها إذا 221. عملية ترتيب وتهيئة الأراضي، البناءات، المنشآت التقنية، والتثبيتات العلمية الأخرى. والحساب الأخير هو حساب 229 ما يعرف بحقوق مانح الامتياز. هنا راح نميز بين كيفية الحصول على هذا التثبيت في شكل امتياز، هل يتم الحصول عليه عن طريق الشراء أم بصورة مجانية، سنلاحظ ذلك مع بعض. إذا التسجيل المحاسبي للتثبيتات في شكل امتياز، يراعى في التسجيل المحاسبي للحساب 22 ضرورة التمييز بين التثبيتات الممنوح امتيازها عن طريق الشراء أو الممنوح امتيازها بصورة مجانية، على اعتبار أن المعالجة المحاسبية كما سنرى ستكون مختلفة تماما. نبدأ بالحالة الأولى، هي التثبيتات الممنوح امتيازها عن طريق الشراء. في هذه الحالة يجعل الأصل موضع الامتياز كطرف مدين بالقيمة المنصوص عليها في العقد مقابل الحسابات المالية كطرف دائن. وفي نهاية كل دورة مالية يتم إثبات قسط الاهتلاك السنوي للتثبيت المعني، وهذا موضوع الاهتلاك ومن أعمال نهاية السنة سنتطرق إليه بالتفصيل لاحقا. بمعنى أن المؤسسة هنا راح تسدد المبلغ المتفق عليه وتنتهي علاقتها بمنح الامتياز إلى حين انتهاء العقد والمدة القانونية المتفق عليها، بحيث نوضح ذلك نقدر يمكن توضيح ذلك عفوا من خلال المثال التالي. بتاريخ 9 مارس 2018 أبرمت إحدى المؤسسات عقدا للاستفادة من مبنى سكني لعمالها في إطار عقد امتياز. تضمن العقد قيمة المبنى 2 ملايين، سدد بشيك وحددت مدة الامتياز ب5 سنوات. يعني هذه النقطة راح نأجلوها إلى لاحقا عند دراسنا الحساب 28 اللي هو الاهتلاكات، على اعتبار أن المؤسسة ستحاول استرجاع خلال مدة سنوات ستحاول استرجاع قيمة هذا المبلغ اللي هو 2 ملايين على مدار العمر الاستعمالي للتثبيت المعني والمحصل عليه في إطار عقد امتياز. إذا بتاريخ 9 مارس التسجيل المحاسبي راح يكون بهذا الشكل: البناءات الممنوح امتيازها، بنوك الحسابات الجارية اعتبار أن المبلغ سدد بشيك كما ذكرنا،
والمبلغ الإجمالي الذي سدد هو 2 ملايين. هنا نلاحظ بأن علاقة المؤسسة المستفيدة مع مانح الامتياز انتهت، ستتجدد بعد 5 سنوات، يعني بعد انتهاء مدة العقد تدخل المؤسسة المستفيدة في مفاوضات أو اتفاقيات مع المانح بتجديد العقد أو التخلي عن هذا التثبيت الذي تحصلت عليه في شكل امتياز. الحالة الثانية، التثبيتات الممنوح امتيازها مجانا. هنا المؤسسة تحصل على عقد امتياز مجاني مقابل أتاوة تسدد في نهاية كل دورة محاسبية. يعني هنا يجعل التثبيت المعني في هذه الحالة مدينا بالقيمة مع جعل الحساب حقوق منح الامتياز كطرف دائم، حيث يظهر في الميزانية كخصوم غير جاري، يعني الحساب 229. في نهاية الدورة المالية يتوجب على المستفيد من هذا الامتياز دفع إتاوة حسب ما تنص عليه بنود العقد المبرم. يعني هنا الحصول على التثبيت مجانا لكن مقابل إتاوة معينة يتم إثباتها وتسديدها في نهاية كل دورة محاسبية حسب ما نص عليه أو تنص عليه بنود العقد. إذا هذا المبلغ يسجل كمصاريف المجموعة السادسة، الإتاوات المترتبة عن الامتيازات كطرف مدين، مع جعل أحد الحسابات المالية التي استخدمت كوسيلة لتسديد قيمة هذا الالتزام كطرف دائم. ناخذ مثال لتوضيح الفكرة أكثر. استفادت إحدى المؤسسات الإنتاجية من قطعة أرض في إطار عقد امتياز مجاني لمدة 5 سنوات مقابل إتاوة سنوية حددت بقيمة 450 ألف دينار جزائري تسدد عن طريق البنك. هذه الأرض الغرض من الحصول عليها هو استغلالها كمصدر للمواد الأولية، يعني استغلالها في استخراج نوع من المواد الأولية والتي قدر مخزونها بقيمة 5,500,000 دينار جزائري. إذا في هذا النوع من التثبيتات التي يتم الحصول عليها مجانا، علاقة المؤسسة المستفيدة بالمانح تبقى سارية إلى مع خمس لمدة 5 سنوات، عفوا، على اعتبار أن المؤسسة المستفيدة ستقوم في نهاية كل دورة محاسبية بتسديد قيمة ومبلغ هذه الإتاوة لمنح الامتياز. المطلوب التسجيل في دفتر اليومية علما أن الإتاوة تقرر تسديدها نقدا. إذا بالنسبة للحصول على التثبيت أو المتمثل عفوا في الأراضي، إذا الأراضي الممنوح امتيازه حساب 221، والطرف الدائن كما ذكرنا هو حساب 229، والقيمة هي 5,500,000 دينار جزائري. في نهاية كل دورة عادة يتم تسديد المبلغ اللي هو 450,000 كما نص على ذلك المثال. إذا الأتاوة المترتبة على الامتيازات إذا فهي تابعة للمجموعة السادسة، وقد تم الاتفاق على تسديد المبلغ نقدا، إذا الصندوق. هذا التسجيل المحاسبي عند الحصول على الامتياز عن التثبيت عفوا في شكل ممنوح امتيازها بشكل مجاني، يعني بصورة مجانية، لكن عملية استرجاع هذا المبلغ سيتم من خلال الحساب 28 هو اهتلاك التثبيتات، والذي سنتناوله قلنا في أعمال نهاية السنة. الحساب اللي الموالي وهو الحساب 23، التثبيتات الجاري إنجازها. يستعمل هذا الحساب لإبراز قيمة التثبيتات المادية والمعنوية التي يتم الانتهاء من إنجازها عند نهاية السنة المالية. يعني هذه التثبيتات ننطلق في إنجازها على سبيل المثال خلال السنة المعنية الحالية، تنتهي الدورة المحاسبية وعملية الإنجاز لم تنتهي بعد، إذن ستصبح أو تسمى في هذه الحالة بالتثبيتات الجاري إنجازها. وتدرج في هذا الحساب أيضا كل التسبيقات والأقساط التي تسددها المؤسسة لأطراف أخرى مقابل الحصول على التثبيتات المعنية، وطبيعة الحال مورد التثبيتات. يتفرع هذا الحساب الرئيسي 23 إلى ثلاث حسابات فرعية، وهي التثبيتات العينية الجاري إنجازها، ونميزها عن التثبيتات المعنوية الجاري إنجازها،
والحساب الأخير هو التسبيقات المدفوعة على طلبات التثبيتات. يستقبل الحساب 23 التثبيتات الجاري إنجازها تكلفة تلك التثبيتات التي لم تكتمل عملية إنجازها بعد في نهاية السنة المالية. إذن هذا الحساب يستعمل في نهاية السنة المالية لإثبات قيمة التثبيت الذي لم تنتهي المؤسسة من إنجازه، كم كلفها خلال الدورة المعنية أو خلال الدورة المحاسبية المعنية، وهذا عمل من مبدأ استقلالية الدورات، سواء تعلق الأمر بالتثبيتات العينية أو التثبيتات المعنوية. يعني في نهاية الدورة المحاسبية يتم استعمال هذا الحساب اللي هو حساب 23، ويرصد الحساب 23 عند الاستلام النهائي. بمعنى حساب 23 نقول بأنه أو يظهر في نهاية الدورة المحاسبية المعنية لتوضيح بأن هذا التثبيت لا زال غير منتهي. عندما يتم استلام التثبيت لم نعد بحاجة إلى الحساب 23، وبالتالي يرصد عند الاستلام النهائي، وذلك باستعمال حسابات التثبيتات المعنية، سواء تعلق الأمر بالتثبيتات المعنوية أو التثبيتات المادية، يعني الحسابين 20 أو 21 كطرف مدين. ويصبح بالتالي هذا التثبيت عند استلامه عفوا بشكل نهائي ودخوله حيز الاستغلال يصبح موضع الاهتلاك من تاريخ دخول حيز الاستغلال كما ذكرنا. ونميز هنا بين حالتين من التثبيتات الجاري إنجازها، يعني نفس الشيء بالنسبة للحالات السابقة التي تناولناها، بمعنى أن التثبيتات قد تتولى هناك تثبيتات عفوا تتولى المؤسسة عملية الإنجاز بنفسها، يعني باستعمال وسائلها الخاصة وإمكانياتها الذاتية، وتثبيتات يمكن أن تسند مهمة إنجازها للغير. هنا المعالجة المحاسبية بطبيعة الحال راح تكون مختلفة. نبدأ بالحالة الأولى اللي هي حالة التثبيتات المنجزة من قبل المؤسسة ذاتها، بمعنى أن المؤسسة ستقوم هي بإنجاز أو إنتاج هذا التثبيت المعني. بطبيعة الحال هنا راح تتحمل مصاريف على مدار مدة فترة الإنجاز، هذه المصاريف قلنا تسجل بطبيعتها في المجموعة السادسة، وهكذا وقد تم الاتفاق على ذلك في المحاضرات السابقة. يتم تسجيل الأعباء المترتبة عن عملية الإنجاز حسب طبيعتها في المجموعة السادسة، لماذا؟ لأنها مصاريف خرجت من المؤسسة، تحملتها المؤسسة، ولا بد من إثباتها دفتريا أو محاسبيا. وفي نهاية السنة المالية المعنية، يعني هنا عملية الإنجاز لم تنتهي، إذا نجعل الحساب المعني سواء كان تثبيتات عينية أو تثبيتات معنوية حسب طبيعة التثبيت المنجز يجعل كطرف مدين، مع جعل الحساب 73 الإنتاج المثبت كطرف دائن بتكلفة الإنتاج أو الإنجاز للجزء الذي تم إنجازه. هنا نلاحظ بالنسبة للحساب 73 سنستعمل حساب 731 عندما يتعلق الأمر ب التثبيتات المعنوية، و732 كما ذكرنا عندما يتعلق الأمر بالتثبيتات المادية. نريد مثال حتى تتوضح الفكرة أكثر. في إطار توسعة نشاطها، انطلقت إحدى المؤسسات الإنتاجية خلال سنة 2017 على سبيل المثال في إنجاز مبنى صناعي جديد، وقدرت نفقات الإنجاز المسددة نقدا في نهاية السنة كمايل. مصاريف الدراسات، يعني استشارت مكتب دراسات أنجز لها دراسة حول هذا المبنى الصناعي، استهلكت مواد أولية بقيمة 950 ألف وسددت أجور عمالها بقيمة 120 ألف. إذن كل هذه عبارة عن أعباء تحملتها المؤسسة لابد من إثباتها. أين ما دام هي أعباء إذن يجب تثبيتها وتسجيلها محاسبين في حسابات المجموعة السادسة. بتاريخ 22/2/2018، يعني في السنة المالية الموالية، أكملت عملية الإنجاز بتسديد أجور عمال، يعني الإضافة الجديدة والأعباء الجديدة التي تحملتها في سنة 2018 هي تمثلت فقط في أجور عمال سددت بقيمة 800 ألف دينار جزائري نقدا. في 11/3/2018 استلمت المبنى الصناعي بشكل نهائي وأصبح حيز الخدمة ودخل حيز الخدمة. التسجيل المحاسبي، إذن خلال سنة 2017 تحملت مواد استهلكت مواد أولية
بقيمة 950 ألف، الدراسات والأبحاث 300 ألف، أجور المستخدمين 120 ألف، وسددت المبالغ كلها نقدا، إذا 1,370,000 دينار جزائري. إذا هذه المصاريف ليست مصاريف متعلقة بنشاط المؤسسة تسجل في المجموعة السادسة وفقط، لا، هذه الأعباء أو المصاريف تم تحملها بغرض إنجاز أو إقامة مبنى صناعي جديد خاص بالمؤسسة. إذا لابد من توضيح بأن هذه المصاريف والتي تقدر ب1,370,000 دينار جزائري تتعلق بتثبيتات عينية جاري إنجازه، يعني غير مكتملة على اعتبار أن عملية الإنجاز لم تنتهي بسنة 2017. وهنا راح نستعمل الحساب 732 وليس 731. إذا 732 الإنتاج المثبت للأصول العينية حتى نبرز تكلفة التثبيت إلى غاية نهاية السنة المعنية اللي هي سنة 2017. إذا المجموعة السادسة السابعة كما قلنا تمتص المجموعة السادسة، وبالتالي يبقى لنا تثبيت جاري إنجازه وبقيمة 1,370,000 وقد سدد عن طريق الصندوق. السنة الموالية 31/12/2017 كما ذكرنا، إذا في السنة الموالية يعني في سنة 2018 المؤسسة قامت باستكمال أو بتكملة إنجاز هذا المبنى الصناعي وتحملت أجور المستخدمين بقيمة 800 ألف عن طريق الصندوق، 630 الصندوق. الآن انتهت عملية الإنجاز، أصبح للمؤسسة أصبحت لها بناءات جديدة أو مبنى صناعي تم استلامه، التكلفة الإجمالية هي 1,370,000 زائد 800 ألف، إذا المبلغ الإجمالي هو 2,170,000 دينار جزائري. التثبيتات العينية الجاري إنجازها انتهى دورها، لم تعد جاري إنجازه، إنما انتهينا من عملية الإنجاز. يرصد هذا الحساب، و الحساب المجموعة السادسة كما ذكرنا يمتص دائما بالمجموعة السابعة اللي هي المبلغ هو 800 ألف دينار جزائري حسب معطيات المثال وكبيان للعملية واستلام نهائي للمباني أو البناءات. واضح؟ إذا التاريخ الأول هو 22/2 وبتاريخ 11/3 كما ذكرنا تم استلام المبنى بشكل نهائي. ملاحظة، نفس المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بالحساب 237 يعني التثبيتات المعنوية لجاري إنجازه، نفس الطريقة ونفس الخطوات التي يجب اتباعها، فقط هنا نميز بين طبيعة التثبيت، بحيث هنا في حالة التثبيتات المعنوية سنستعمل الحساب 731 عوض الحساب 732 حتى نميز بين نوع التثبيت الجاري إنجازه، هل هو تثبيت مادي أم تثبيت معنوي. حالة التثبيتات المسندة للغير، هنا الحالة الأولى هي أن المؤسسة هي التي قامت بعملية الإنجاز وبالتالي تحملت المصاريف، إذا قلنا المصاريف تسجل في المجموعة السادسة، ثم في نهاية الدورة قلنا يجعل الحساب المعني بالتثبيت جاري إنجازه مقابل الحساب 732 كما رأينا. أما في هذه الحالة فالمعالجة المحاسبية راح تختلف على اعتبار أن طرف آخر هو الذي سيقوم بعملية الإنجاز، المؤسسة ستقوم بتسديد التزاماتها تجاه هذا الطرف المعني حسب الاتفاق المبرم. إذا تسجل التثبيتات المسندة إنجازها إلى الغير كتثبيتات جاري إنجازها في نهاية السنة بتكاليف الإنجاز المترتبة. كيف نعرف التكاليف المترتبة عن عملية الإنجاز؟ من خلال ما يقدمه المقاول على سبيل المثال أو الطرف الثاني من بيانات لمعرفة كم كلفته عملية الإنجاز غير المنتهي. فيوجد الحساب 232 تثبيتات عينية جاري إنجازها كطرف المدين في مقابل الجانب الدائن للحسابات المالية البنك الصندوق عندما نقوم بتسديد هذه الالتزامات، أو الحساب 404 مورد التثبيتات بقيمة أو نسبة الإنجاز اعتمادا على الفواتير المقدمة أو كشوف حسابات الأشغال المنجزة، يعني ما يقدمه كوثائق تبريرية المبالغ المعنية تصبح
المؤسسة ملزمة بالوفاء بها في الأجال المحددة. حتوضح الفكرة أكثر من خلال المثال الموالي. خلال سنة 2016 تعاقدت المؤسسة مع أحد المقاولين لإنجاز مبنى إداري قدرت كلفته الإجمالية بقيمة 3 ملايين و500 ألف دينار جزائري. إذن المؤسسة هنا أبرمت عقد مع مؤسسة أخرى أو مقاول لإنجاز هذا المبنى الإداري. التكلفة حسب الدراسة المنجزة قدرت ب 3 ملايين و500 ألف دينار جزائري. في نهاية السنة يعني سنة 2016 بلغت تكلفة الأشغال المنجزة حسب الفواتير المقدمة من المقاول 1,700,000 دينار جزائري. يعني هنا تكلفة الإنجاز بلغت 1,700,000 دينار جزائري على اعتبار أن المبنى ما زال في طور الإنجاز en cours de réalisation. في 24/6 من السنة الموالية يعني في سنة 2017 استلمت المؤسسة المباني بشكل نهائي وسددت التزاماتها للمقاول بشيك. هنا راح نلاحظ في 31/12/2016 الإشغال لم تنتهي. إذا ماذا نعتبر هذا التثبيت؟ نعتبره تثبيت عيني جاري إنجاز بحساب 232. هل سددت المبلغ هذا انطلاقا من الفواتير التي قدمها وكشوف الحسابات التي قدمها المقاول، هل المؤسسة سددت هذا المبلغ؟ لا. إذا سيترتب عليها التزام يسجل في الحساب 40 وبالتحديد حساب 404 موردو تثبيتات بقيمة الدين اللي هو 1,700,000 دينار جزائري. هذا في سنة 2016. الآن رانا في سنة 2017، معناها دفتر يومية جديد. في 24/6/2017 المؤسسة استلمت المبنى بشكل نهائي كما ذكرنا. إذا أصبح المؤسسة مباني إدارية. القيمة الإجمالية هي كم؟ 3 ملايين و500 ألف حسب ما ورد في المثال. إذا هذا الحساب أيضا حساب وسيط لم نعد بحاجة إليه على اعتبار أنه يدل على التثبيت الجاري إنجازه. الآن التثبيت لم يعد جاري إنجازه، لماذا؟ لأننا استلمناه بشكل نهائي. إذا يرصد هذا الحساب بعكس موقعه في القيد السابق، كان كطرف مدين يصبح كطرف دائم بالقيمة اللي هي 1,700,000. الآن التزاماتنا تجاه الموردون في البداية كانت 1,700,000، ومادام سلمنا المبنى بشكل نهائي والتكلفة الإجمالية هي 3,500,000، إذا أنا أيضا ملزم بتسديد الباقي أو الفرق اللي هو 1,800,000. يعني 1,800,000 التزاماتي تجاه المورد، زيد نضيف لها 1,700,000 التزاماتي السابقة تجاه المورد، المبلغ الإجمالي هو 3,500,000 دينار جزائري، وهو قيمة المبنى المنجز. قلنا بأن المؤسسة قامت بتسديد التزاماتها، التزاماتها هي متراكمة. 1,700,000 تاع سنة 2016 نضيف لها 1,800,000 عند استلام المبنى بشكل نهائي، والمبلغ الإجمالي هو 3,500,000 دينار جزائري. الحساب اللي بعده هو 238، التسبيقات المدفوعة على طلب التثبيتات أو طلبات أو عن طلبات التثبيتات. ذكرنا على ما أظن في المحاضرات السابقة، قلنا بأن الطلبيات لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا أرفقت بتسبيق، وعادة هذا التسبيق هو عبارة عن مبلغ يثبت على شيك، وهذا الشيك يكون مؤشر عليه من طرف البنك المعني، يعني البنك الذي مؤسسة فتح فيه حساب لتفادي عدم الوفاء بالالتزامات. بطبيعة الحال قد يرد إلي شيك بمبلغ معين، قد أذهب إلى البنك بغرض الحصول على هذا المبلغ فأجد بأن شيك بدون رصيد. لتفادي هذه الإجراءات تلجأ المؤسسة إلى أن التسبيق الوارد في الشيك لابد وأن يكون مؤشر عليه، وتبيان من جهة أخرى تبيان حسن النية بأن المشتري لديه نية حسنة في القيام ب أو باستكمال إجراءات الشراء، وتكون المؤسسة البائعة أيضا في مأمن. إذا الحساب 238 هو هذا الحساب يستقبل المبالغ التي تسددها المؤسسة كتسبيق
بغرض الحصول على تثبيت معين، حيث يجعل الحساب 238 مدين بقيمة التسبيق الممنوح، مع جعل أحد الحسابات المالية المعنية اللي هي 51 أو 53 كطرفين دائم. هذا هو المقصود بالتسبيقات. عند الحصول على التثبيت واستلامه بشكل نهائي، يتم ترصيد الحساب 238 كطرف دائن مقابل التثبيت المستلم كطرف مدين. ناخذ مثال لتوضيح الفكرة أكثر. بتاريخ 22/2/2019 دفعت المؤسسة تسبيق بشيك بنكي بقيمة 800 ألف دينار جزائري بغرض الحصول على شاحنة لنقل البضائع. القيمة الإجمالية لهذه الشاحنة هي 1,900,000 دينار جزائري. إذا لاحظ بأن المؤسسة قد دفعت تسبيق بقيمة 800,000 دينار جزائري. لاحقا يعني بعد فترة قصيرة لم تتعدى الشهر، استلمت المؤسسة الشاحنة وتم تسديد الالتزامات بشيك في اليوم الموالي، يعني في تاريخ 18 مارس. لاحظ لنا تسجيل محاسبي كيف سيكون في هذه الحالة. إذا بتاريخ 22/2 المؤسسة قدمت تسبيق عن طريق البنك. لاحظ البنك هنا طرف دائن، لماذا؟ لأنه ناقص، والبنك تابع للأصول، والأصول بطبيعتها مدينة. واضح؟ إذا القيمة هي 800,000 التي قدمتها كتسبيق. تاريخ 17/3/2019 استلمت المعدات. قيمة المعدات قلنا كم؟ 1,900,000. التزاماتنا تجاه الموردون هي كم؟ هل هي 1,900,000؟ لا، سنستبعد 800,000 التي قدمناها في السابق. إذا التزاماتي تجاهه بقيت فقط تقدر بمبلغ 1,100,000 على اعتبار أنه تحصل على تسبيق بقيمة 800,000 دينار جزائري. إذا يرصد التسبيق بمجرد الاستلام النهائي للشاحن. هذا المورد الذي قبض في البداية 800,000، المؤسسة ملزمة بتسديد ما تبقى اللي هو 1,100,000، وقد قامت بذلك في التاريخ الموالي اللي هو 18 مارس من سنة 2019. مورد التثبيت سيجعل كطرف مدين. لماذا؟ لأن هنا راح ينقص التزامات المؤسسة تجاه الموردون، ستتناقص أو تنتفي على اعتبار أن المبلغ سدد كاملا. إذا الموردون تابعين للخصوم، والخصوم بطبيعتها دائنة. عندما تنقص توضع كطرفين في الطرف الأيمن بقيمة 1,100,000، والمؤسسة استعملت حسابها البنكي لتسديد الالتزامات بقيمة 1,100,000 دينار جزائري. وأعتذر عن هذا الخطأ، غياب الواحد من 1,100,000 دينار جزائري، اعتبار أن طرفين المدين والدائن يستحيل أن لا يتساوى في القيد المحاسبي الواحد. واضح؟ الحساب 26 اللي هي المساهمات والحسابات الدائنة الملحقة بمساهمات، سأشير إليها على عجلة. يستعمل هذا الحساب وحساباته الفرعية لتسجيل مساهمات المؤسسة في رؤوس أموال شركات أخرى. لاحظنا في السابق بأن المؤسسة عندما تحتاج إلى أموال تطرح أسهم الاكتتاب، يعني المؤسسة هي التي تطرح أسهم الاكتتاب. الحالة هذه المؤسسة هي التي تشتري أسهم في مؤسسات أخرى وتصبح شركة لها ما لها وعليها ما عليها حسب الحصص التي أو الأسهم التي اشترتها، وأصبحت شركة في المؤسسة المعنية والمصدرة لهذه الأسهم، بحيث يترتب عن ذلك حقوق لديها ولكن في شكل سندات تساهمية في رأس المال. هذه السندات اعتبرها المشرع الجزائري قيم ثابتة، بالرغم من أنها ليست مادية أو ملموسة، ماهيش ملموسة كما هو الشأن بالنسبة للعقارات وغيرها من المعدات، وليست أيضا معنوية باعتبار أنها غير ملموسة كالعلامات التجارية، برامج الإعلام الآلي، رخص الاستغلال، فارق الاقتناء إلى آخره. يعني لا هي تثبيتات مادية ولا هي تثبيتات معنوية، رغم ذلك المشرع اعتبرها قيم ثابتة. لماذا؟ تفسير صفة الثبات فيها يكمن في كونها أموال مستثمرة تدر منافع مالية مستقبلية لأكثر من سنة مالية، على اعتبار أن الحصول على هذه الأسهم ستدر منافع مالية على مدار عدة سنوات. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه الأصول المالية لا تخضع للاهتلاكات كما هو معمول به في باقي حسابات التثبيتات، بينما تخضع للخسائر في القيمة اللي هو الحساب 29
قلنا الإشكال في المحاسبة أن الحسابات مترابطة والعمليات مترابطة، يعني المجموعة الأولى مع المجموعة السابعة، يعني كل الحسابات متداخلة ولا يمكن الفصل، يعني فصل المجموعات ودراسة المجموعات بشكل منفصل هو لمحاولة تبسيط الفكرة لا أكثر ولا أقل. إذا يجعل الحساب 26 مدينا بتكلفة الاقتناء والشراء أو حصص المساهمة وكذلك بالحقوق المتعلقة بالأسهم، ويقابله في الجانب الدائن حساب 101، حساب 456 اللي هما شركاء عملية على رأس المال، حساب 404 مورد التثبيتات أو أحد حسابات الخزينة يعني البنك أو الصندوق. ويتفرع الحساب 26 إلى الحسابات الفرعية التالية، يعني هذه الحسابات الفرعية التابعة للحساب 26: سندات الفروع المنتسبة، سندات المساهمات الأخرى، سندات المساهمة المقومة بواسطة المعادلة، الحسابات الدائنة الملحقة بمساهمات المجمع، الحسابات الدائنة الملحقة بمساهمات خارج المجمع، الحسابات الدائنة الملحقة بشركات في حالة مساهمة، وعملية الدفع الباقية الواجب القيام بها عن سندات مساهمة غير مسددة. بالنسبة للحساب 27 اللي هي التثبيتات المالية الأخرى، فيشمل الحسابات الفرعية التالية أيضا: السندات المثبتة الأخرى غير السندات المثبتة التابعة لنشاط المحفظة، سندات ممثلة لحق الدين، السندات المثبتة التابعة لنشاط المحفظة أو الحافظة، القروض والحسابات الدائنة المترتبة على عقد إيجار التمويل، الودائع والكفالات المدفوعة، الحسابات الدائنة الأخرى المثبتة، وأخيرا تسديدات مستحقة على السندات المثبتة غير المحررة. آلية سير هذه الحسابات سيتم دراسته لاحقا، ونفس الشيء بالنسبة للحسابين 28 و29 اللي هي الاهتلاكات، حساب 28 الاهتلاكات وحساب 29 خسائر القيمة عن التثبيتات. هذه الحسابات حساب 26 وحساب 27 اللي هي حسابات أو عناصر مالية سنتطرق إليها بالتفصيل عندما يحل الوقت لذلك. لماذا؟ لأن دراستها في هذا الوقت بالذات سيجعل الأمور مبهمة للطلبة، وبالتالي سنؤجل دراستها إلى حينها.